مرحبا للجميع، معكم توني فرانسيس. واليوم حبيت أعمل هيدا الفيديو، هيدا المشاركة يلي أجت نتيجة صلاة، وحسيت إنه روح القدس بده إياني يكون عم شاركك مع هيدا الأشياء يلي صار لي. يعني عم بستخدم هاي الأدوات الستة يلي رح أعلمك هن، صار لي عم بستخدمهم شي سنين طويلة، شي عقدين تقريبا شي 20 سنة، وهيدا الشيء كتير أغنى حياتي الروحية وعلاقتي مع الرب يسوع. واليوم أنت رح تتعلم أشياء جديدة، وفي أشياء بتعرفها الرب رح بيذكرك فيها، بيأكد لك إياها، ويمكن يكون في إضافات حلوة على اللي بتعرفه، وفي أشياء جديدة على الأكيد. فهودي الأدوات الستة مثل ما شايف بعنوان هاي المشاركة هن التعليم، الوعظ، النبوة، الصلاة، الشفاعة، والخطوات العملية. 6 أشياء هودي بيرفقونا، 6 أشياء بحياتنا الروحية دايما. وهيدا الفيديو استثمر في حضاره لأنه رح يبقى معك كل أيام حياتك، فيك ما بقى تحضر غير فيديوهات عم بمزح، بس هيدا شيء كتير مهم، بيغنيك عن جد عن كتير أشياء. وهيدا منه تعليم عميق، هي رؤوس أقلام لأنه ما في يعلم ووسع بكل نقطة من هودي النقاط 6. بترك لك أنه جوعك هو يقودك للعمق، تكون أنت عم تبحث أكتر، عم بتصلي عم بتصلي، عم بتطور الأمور. وتعا شاركني بالغنى يلي أخدته أنت من الرب كمان. فهودي الأدوات الست اليوم رح علمك عنهم بطريقة كتير عملية من خلال آية رح شاركك فيها، وهيدي الآية رح منكون عم نطبقها بها النقاط الستة. يعني آية من الكتاب المقدس رح نتعلم، وفيها تكون حيالله آية أنا نقيت هاي الآية، وفيها تكون حيالله آية ممكن الرب كلمك فيها بقراءتك، عم تغلي على قلبك، بأوقات قراءتك للكلمة الرب هيك بتحس إنه شو هالآية كلمني الرب فيها إلى آخره. فلتغني قعداتك مع الرب وحياتك الروحية، جرب تستخدم هذه النقاط الستة بهاي الآية اللي الرب كلمك فيها. اليوم رح أعطيك الآية من مزمور 91 14 15 آية جدا معروفة. رح نستخدم هيدي الآية لعلمك من خلالها كيف تعلم بهاي الآية. يعني إذا بدك تعلم حدا من خلال آية، كيف تعلم الكتاب المقدس، كيف بنفس الآية، بنفس الآية كيف توعظ، لأنه في فرق بين التعليم والوعظ، ولا بقول لك الفرق بيناتهم، رح اقول لك الفرق بين كل وحده على كل حال. يعني رح اعلمك من هاي الآية كيف تتنبأ على حياتك الخاصة وللآخرين هاي الآية، أو حيالله آية برجع بقول لك، بس عم بستخدم الآية بالتفعيل، يعني بعمل اكتيفيشن بهيدا الفيديو لقدر وصل هودي الأدوات الستة. وبهاي الآية رح كون عم بعلمك كيف تصلي على حياتك الخاصة، وكيف تتشفع، ورح اقول لك شو الفرق بين الصلاة والشفاعة، رؤوس أقلام، وكيف تاخد خطوات عملية باتجاه الآية، نحو هاي الآية. عم تطلع نزول لأنه الآية قدامي، مش مصدق أي ساعة بلش شاركك بهودي النقاط 6 باستخدام هيدي الآية يلي هي بمزمور 91 الآية 14 و15. رح اقرا لك الآية وبنرجع بنمشي بالنقاط الستة، واقول لك شو كيف التطبيق بيصير على كل هالأدوات الستة. الآية بتقول: قال الرب أنجيه لأنه تعلق بي. وهيدا المزمور كتير معروف، مزمور 91، يعني بسموه مزمور الحماية. كل كلمة الرب هي ترس ومتراس لنا وبتحمينا، ولكن كتير واضح في حماية الرب، مثل ما بنسمي عبرانيين 11 إصحاح الإيمان لأنه بيحكي عن أبطال الإيمان والمعجزات وتعريف للإيمان، فبنسميه يعني اصحاح الايمان، مثل ما بنسمي 1 كورنثوس 13 اصحاح المحبه وبيقولوه بالاعراس لانه بيحكي كثير عن المحبه وبيفندها، ولكن كل كتاب الرب الكتاب المقدس هو بيحكي عن المحبه وكله بيحكي عن الايمان وكله بيحكي عن الحمايه والى اخره، ولكن في مطارح كثير واضحه. فهذا المزمور 91 بسموه مزمور الحمايه. باخر ايتين 14 15 الايه بتقول عفوا قال الرب انجيه لانه تعلق بي. هلا عم نقراها بعد ما طبقنا شيء من الادوات السته، وبليز بشجعك تشارك هيدا الفيديو مع حدا حتى لو كان متقدم بالايمان او مبتدئ. خلي الرب يحركك، اعمل تاج، بعت اللينك. هيدا الشيء عن جد رح يغني حياه كل حدا روحيا. أنجيه لأنه قال الرب أنجيه لأنه تعلق بي، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، أرافقه في الضيق، أنقذه وأكرمه، أطيل عمره وأريه خلاصي. يعني بس بحد ذاتها تقرأ هاي الآية بيرتفع إيمانك ورجائك ومعنوياتك، قد ما آية بتحسها مائدة بانكويت، يعني قد ما فيها وعود من الرب. واو. ف بحد ذاتها بس قرينا هيدي الآية مع بعض وشي رائع. رح ارجع اقراها على رواق ورح بلش اقول لك كيف نستخدم هالآية، وحيلا آية انت بدك اياها وروح القدس بكلمك فيها بيومياتك، فيك تستخدم هالآيات او سوري الادوات الستة لتغني اللي اخذته من الرب، خبز الحياة اليومي، الروح اللي بيعطيك يا الرب. فهي الآية رح نقراها على رواق. بتقول قال الرب، مين عم بيقول الرب؟ أنجيه لأنه تعلق بي، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، أرافقه في الضيق، أنقذه وأكرمه، أطيل عمره وأريه خلاصي. فينا نخلص المشاركة هون قد ما هي الآية حلوة. بس لا بدي أعلمك عن هول الأدوات الستة، وهيدا الشيء رح يخلق نار جديدة جواتك وحماس رائع 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 رائع. هاليلويا. ومبسوط بالصورة اللي وراي على السكرين مثل العلايقة المشتعلة، مش قاصد، يعني أنا حط صور معينة هيك عم بيطلعوا لحالهم. ف متذكر قصة موسى والعلاقة المشتعلة وكيف الرب دعاه لموسى من خلال هذا الحدث، ولو ما موسى ما انتبه له واخذ خطوات ما كان صار مخلص إسرائيل بوقتها، شعب الرب. أكيد الرب هو اللي خلص شعبه، ولكن موسى كان ديليفرر، هو اللي بعته الرب واستعلنت قوة الرب من خلال موسى. فحلو هيك لما بنطلع على صور معينة بنتذكر آيات من الكتاب. بتعرف لما تقرأ كلمة الرب كل يوم كل يوم وبتصير رحلة كلمة الرب جواتك، عم تكبر الكلمة وعم تغتني بالكلمة، بتصير حيالله شيء بتطلع فيه بذكرك بكلمة بآية بجمال الرب بوعوده. فهيدي هيك يعني بالنسبه للاشخاص يلي مش قاريين يمكن قصه موسى والعلاقه المشتعله، يمكن بيطلعوا على الصوره بيشوفوا انه شجره، بس انا مثلا تذكرت ايه من الكتاب المقدس لانه شفت صوره. فكل ما بتقرا بالكتاب المقدس كل ما قلبك بيغتني بفكر الرب، لانه نحن صحيح بنقول انه لنا فكر المسيح، لنا فكر المسيح، وهيدي ايه بالكتاب المقدس، لنا فكر المسيح. طيب بس اذا عندك فكر المسيح بس ما عندك الكلمه جواتك، انه كيف بدك تفكر مثل ما الرب بيفكر؟ فامين علون انه عندك فكر المسيح. لك شو حلوه الصوره طلعت وراي، كمان القوس القزح اللي بيذكر بعهد الرب معنا. هللويا، الرب معنا، امين. وهو باي وبحب يلعب مع اولاده كمان. فايه كنت عم بقول لك انه بولس قال لتسكن كلمه المسيح كيف بغنى في داخلكم. خلي كلمه الرب تكون بغنى جواتك، تكون انت اناء لكلمه الرب، مستودع غني. كان عندي خايب الايمان، كنت كل ما قال له آية أو وين هاي الآية بلحظة يلاقي لي إياها بفكره، لأنه صار له سنين مع الرب وبيحفظ، يعني عنده إنه بيركز وبيحفظ وهو أصلا بيعلم الكلمة. فكان يذهلني إنه واو، إنه لك كل ما قال له شيء بيقول لي إيه هيدي هون وهيدي هون وهيدي هون. فلما بتصاحب أشخاص من هيدا النوع بتصير تجي عليك هالأشياء، يعني هالحماس وهالرغبة وهالجوع. فصاحب أشخاص عندهم إيمان وعندهم جوع لكلمة الرب، عندهم فهم، الفاهمون يضيئون. فخلي الانتوراج تبعك معارفك يكونوا من هيدا النوع، لأنه هيدا الشيء رح يغني حياتك. أكيد ما بيلغي علاقتك الخاصة والخفية بينك وبين الرب، هيدي ضرورية، بس كمان العلاقات بالكنيسة مع الإخوة والأخوات فيها تكون كمان مذبح ناري آخر لإيمانك، بيغنوا إيمانك وأنت بتغني إيمانهم. فدايما حاوط حالك بأصدقاء الإيمان. وبتذكر هيدا المثل كمان، أنه الحطبة لحالها إذا مشتعلة ما بتضاين، يعني بقى تنطفي، ولكن إذا في حطبات حولها كمان مشتعلة بصيروا ياخدوا على بعض وبيساعدوا بعض، والنار بتصير أقوى. فخليك دايما حطبة مع الحطبات المشتعلة الآخرين. فهاي الآية بمزمور 91 14 15 رح منبلش هلأ بأول أداة يلي هي التعليم. شو الفرق بين التعليم والوعظ؟ ببساطة التعليم هو أنك عم تفتح الكلمة. هلأ لأنه عم نحكي كتاب مقدس، ما عم نحكي التعليم بشكل عام بالحياة وبالمدرسة وبالجامعة، عم بحكي كتاب مقدس. فتعليم الكلمة هو أنك تفتح الكلمة على رواق، مثل تقسم الخبز على رواق، يعني مثل تشقفها. قال بحب هاي الآية كتير، قال لما الرب كسر الخبز، والخبز هي رمز لكلمة الرب، قال لما كسر الخبز انفتحت عيونهم وعرفوه. واو، هاي بحد ذاتها بتعرف التعليم. أنا بالنسبة لي هيك، لما صغر الكلمة، لما بسط لهم إياها، لما كسرها على قدر فهمهم وإيمانهم واستيعابهم. قال لما كسر الكلمة انفتحت عيونهم، فهمهم يعني إدراكهم، عم بيحكي عن العيون الروحية. قال وعرفوه، هيدي أصدقاء كلمة زي عمواس، عفوا، لما الرب ظهر لهم وبالآخر آخر نهار فات وقعد معهم وكسر الخبز. فالكلمة هيك، المعلم بيكسر الخبز، بيكسر الكلمة. وما عم بحكي عن كسر الخبز الشركة تبع مع جسد المسيح بالخبز والدم أو الخمر يلي بنتذكر فيه الرب على الصليب شو عمل من أجلنا. كسر الخبز غير شيء، عم بحكي عن كسر الخبز روحيا هلا، يلي هو بتشقف الأشياء، بتزغرها وتصير الناس واو عم تفهم. واو، ليك مثل بالمدرسة كمان، أيام المدرسة كانوا لما يبسطوا لنا الشغلة ويمشوا فيها على رواق ويفسروا لك الفكرة كلمة كلمة وبيعطوك أمثال معها أو أمثلة، بتصير أنت عم تستوعب، ذهنك بينفتح، عيونك بينفتح، بعدين بيضوي وجهك لأنه واو فهمتها، خلص حفظتها، صارت جواتي. ففي آية كمان حلوة كتير بتقول، قال فتح كلامك ينير العينين، يعني لما الرب بيفتح لك الكلمة بينور عيونك، ويهب البسطاء فهما، يعني حتى البسيط بيصير يفهمها، يلي هو ما عنده عمق روحي ومش دارس يمكن لاهوت وما بعرف شو، بس لأنه الرب عم يفتح الكلمة لنا فمنصير نفهمها. والرب داعي كل شعبه يعلم، على فوق الخدمات الخمسة بالكنيسة، الرسول والنبي والمبشر والراعي والمعلم، هودي ليجيبوا المسحات تبعهم على الشعب. مش يعني هودي الرب يسوع بيختارهم، هول الخدمات الخمسة، ولكن بيختارهم قال حتى يكملوا القديسين بملء قامة المسيح. يعني الرب بده كل شعبه يكون رسولي، بده كل شعبه يكون نبوي، وبده كل شعبه يكون مبشر، وبده كل شعبه يكون راعي يرعى الآخرين، وبده كل شعبه يكون معلم كمان للكلمة. بس مش يعني إنه إذا عندك موهبة التعليم أو مسحة التعليم، يعني أنت معلم، الرب منقيك، أنت عندك المسحة القدرة، لأنه قعدت تحت مسحة تعليمية صرت عم تفهم كيف بيعلموا الكلمة. قعدت تحت مسحة نبي، ما صرت نبي ولكن صرت عم تتعلم كيف تتنبأ، في فرق. فكنت عم بقلك عن التعليم. التعليم هو ببساطة هيك، وما بدي وسع كتير تما طول بالفيديو وبالمشاركة لأنه في 6 أدوات بدنا نحكي عنهم. فهيدي الآية هلأ رح نعلمها، يعني سريعا رح أقول لك كيف بعلمك هيدي الآية وكيف أنت بتعلمها للآخرين. فمثل ما قلت لك التعليم هو لفسر لك إياها، لبسط لك إياها، لأعطيك فهم لها، يمكن تحفظها، يمكن تاخد خطوات عملية، ونحن نحكي عن الخطوات العملية بالآية بالأداة السادسة. بس لأنه فهمتها صار فيك تاخد خطوة تجاه هذا الموضوع. فبتتعلم لتعمل. فهلا عم بقراها، ما بقى عم بقرا الآية، هلا عم طبق أول أداة اللي هي التعليم. هلا هي الآية رح علمك إياها. قال الرب، يعني راقبني هلا كيف بعلم، كيف باخد هي الآية لعلمك. قال الرب أنجيه لأنه تعلق بي، أرفعه لأنه عرف اسمي. الرب هون عم بيوعدك انه يخلصك، بس في شرط. ونجيه ليش؟ لانه تعلق بيه. فما في نجاة تلقائي، لانك احتميت بالرب، لانك تعلقت بالرب. شفت كيف عم بعلم هلا؟ انه عم بقراها على رواق، وصرنا عم ننتبه لانه عم نقرا على رواق انه في هون وعد ونجيه، بس ليه؟ لانه تعلق بيه. فلاحظ لما بتقراها على رواق وبتشوف الوعد، بس اذا وعد شرطي ولا مش شرطي. انجيه لانه تعلق بي، ورفعه يعني بحميه كمان، او بعطيه ترقيات، بس المعنى العبري. شوف هون مثلا درست انا قبل ما اطلع شاركك بهذا الفيديو، كلمه ارفعه كمان بحميه، بس بالعربي جاي ارفعه، ففينا بنستخدمها حمايه وترقيه، بس هي اساسا حمايه. لأنه عرف اسمي، كمان أرفعه، بس مش كيف ما كان، يعني ما بحميك هيك، لأنك عرفت اسمي. وعم نتذكر، شوف هون كيف لما تبلش تعلم رب الروح القدس اللي هو معي ومعك بصير يعطيك أفكار باراليل أو موازية. والكلمة بتقول قال قارنين الروحيات بالروحيات، لأنه الكتاب المقدس كله هو بيشهد لبعضه البعض بالآيات وبأفكاره. فأنا عم بقول لك هاي الآية، شوف روح القدس كيف جاب على بالي فكرة تانية من العهد الجديد، هيدي من العهد القديم، مزمور 91. تعلمنا بالصلاة تبع يسوع، هي بسموها الصلاة الربانية، بس حقيقة يسوع ما صليها، يسوع علمنا إياها. لأنه سميناها الصلاة الربانية لأنه يسوع علمها. بالصلاة الربانية مزبوط، هي بيوحنا 17، الصلاة الكهنوتية تبع يسوع، لأنه يسوع ما يعني منه خاطئ ليقول بالصلاة الربانية واغفر لنا كما نحن نغفر وإلى آخره. في أشياء مش ما بتطبق على الرب. فبهيدي الصلاة يلي هي صلاة نمطية، مش لتاخدها بس وتحفظها وترددها، أوكي؟ الرب عم بيعطيك مثل نمط، مثل ما قال له لموسى عمول مثل النمط السماوي، عمول الخيمة عناسا النمط. فالرب مرات بيعطينا اشياء مش لنعملها بحرفيتها، انما لنلحق نمط معين. ففيك تصلي هيدي الصلاة، ولكن فهم النمط تبعها، انه بتبلش تسبح الرب بقعدتك، بتقدس اسمه الى اخره. يعني هي أكتر كيف تعيش مع الرب بهيدي الصلاة. هلا مش عم بعلم عن الصلاة الربانية، بس عم ذكرك بهي الآية اللي روح القدس ذكرني فيها لما علمنا الرب نقول ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد. هون علمنا الرب أنه نصلي للحماية، ألا تدخلنا في التجارب بل نجنا من الشرير. يعني الرب بده إيانا نطلب منه يحمينا، لأنه علمنا إياها بالصلاة. يعني قالنا قولوا صلوا إنه الآب السماوي يحميكم، بل نجنا من الشرير، لا تدخلنا في التجارب، بل نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد. فهون في صلاة عم تطلب من الرب حمايته، الحماية مش تلقائية، بدك تطلب حماية الرب مثل ما بتطلب بركات الرب، مثل ما بتطلب إرشاد الرب، كمان حماية الرب بدك تطلبها. فهون قال أنجيه لأنه تعلق بي. لاحظت هودي الآيتين مع بعض، إنه بدك تطلبها لأنه عم تتعلق بالرب، لأنه عم بتصلي، لأنه بعلاقة مع الرب، الرب رح بينجيك وبيرفعك وبيحميك، يعني لأنك عرفت اسمه. وهون كتير حلوة كلمة لأنه عرف اسمي. وكمان عملت دراسة سريعة على معنى اسم، شو يعني لأنه عرف اسمي. يعني شفت أنا عم بعلمك بالأداة هاي رقم واحد، صار عم تفهم الآية، عم بتحبها، وعم بتشوفني كيف عم بعلم لتاخد أنت فكرة كيف كمان أتعملها. ففيك تدور، وخاصة بهالأيام قديش في موارد متاحة لنا لنعرف ندرس الكلمة ومعنى الكلمات إلى آخره. فهون لأنه العهد القديم مكتوب بالعبري وبالأرامي، والعهد الجديد باليوناني، فالأصل العبري لكلمة عرف اسمي يعني عرف شخصيتي وسمعتي، أنه أنا دايما بخلص اللي بيتعلقوا فيي. قد حلو يعني لما بتعمل دراسة للكلمة كمان قديش فيها غنى، فيها كنوز مخباية. المجد الرب إخفاء الأمر، ولكن مجد الملوك كشفها. فالرب بده تكتشف إعلاناته، بس بدك تعمل جهد، بدك تدور وتبحث، تجتهد وتدرس وتصلي أكيد. فالرب وعد، هي شخصيته، الرب بيحمل اللي بيتعلقوا فيه. قال كل من يدعو باسم الرب شو يخلص. شفت كيف عم يجوا هول الآيات على راسي. هلا بتقلي تعليمك صار غني توني، ايه، لأنه الكلمة جواتي غنية، لأنه كمان ما تنسى صار لي سنين بعلاقتي مع الرب وبقرا الكلمة دايما. اوكي، وانت لما بتقرا الكلمة وبتسكن فيك بتسكن جواتك، تعليمك رح بيغتني، وعظك رح يغتني، نبواتك رح تغتني، وإلى آخره، صلواتك، شفاعتك. فما تتفشل تقول لي أنا ما بعرف، ما أنت بعدك مبلش. أوكي، بعدك عم بتعبي من كلمة الرب بقعدتك معه الخاصة بالكنيسة. قد ايه بتستثمر هذا الشيء، هو بيسرع نموك الروحي. يعني فيك تدرس كورسز على الإنترنت، على اليوتيوب. إذا أنت عن جد جوعان ما في شيء بيوقف قدامك، يعني مائدة، الرب رتب مائدة على مرأة من أعدائك، يعني في غنى، بس أنت بدك إيه، أنت جوعان روحيا. هاللي بيميز مؤمن عن غير مؤمن. فرح نكمل. قال يدعوني، بعدنا بالأداة رقم واحد اللي هي التعليم. قال يدعوني فأستجيب له. يدعوني فأستجيب له، يعني لما بتصلي، لما بتعيط لرب يستجيب. الفا فأستجيب له، يعني هاي الفاء الاستنتاجية، يعني ما رح يستجيب لك إذا ما دعيته. عم تلاحظ قديش وعود كبيرة بس إلها شروط، يعني بهالآية كلها شروط واستنتاج. بينجيني إذا تعلقت فيه، بيحميني إذا عرفت اسمه، إذا وثقت إنه عن جد بينجيني، بيستجيب لي إذا بصلي له. في فاء استنتاجية. أرافقه في الضيق، أنقذه وأكرمه. مش بس بخالصك، بيكرمك. يعني الرب لما أنقذ يوسف بالعهد القديم أنقذه، بس أكرمه، طلعه من الحبس وحطه بأعلى مرتبة بكل مصر، صار وزير، نايب، يعني اللي بياخد القرارات عن فرعون. من السجن، من القاع للقمة. قمة، ايه مش قمة، قمة يعني زبالة. عم بوصل لك المعلومة لأنه أنا مش من زمان تعرفت على المعنى، لأنه في القمة وفي القمة. قمة يعني زبالة، جاي من قمامة. فرب رفع يوسف من السجن لهذا المطرح العالي، فعرف أنه الرب مش بس ينقذك، آمن أنه كمان يكرمك. يعني الضيقة اللي قطعت فيها رح يكرمك فيها الرب بعد ما تخلص منها. أنقذه وأكرمه. أنا مثلا قطعت بسنوات طويلة عانيت فيها بصحتي، الرب أنقذني، بس أنا ناطر أكثر من هيك. رب بده يكرمني بصحتي، انا كل ايام حياتي ما مش حقصكم بقى، في اكرام، فيك تصدق انه رب بده يعطيك تعويضات، استرداد لهالاشياء اللي قطعت فيها. انقذه هو. شفت شو حلو، حاسس هلا المسحه التعليميه عن جد صارت ثقيله علي. بتقول لي كيف تحس؟ لما بتصير تحس روحيا كل ما بتكبر مع الرب بتصير حساس لحضور الرب بتصير تميز الاشياء. ففعلا شاعر مسحه التعليم دسمه، وشاعر بحضور الروح القدس اللي عم بيعلمك هلا. قال انقذه واكرمه، اطيل عمره واريه خلاصي. مش بس بيطول لك عمرك، يعني في شيء بده يقصر لك عمرك. شفت كيف عم بعلم؟ لما بتقرا عرواق مع الروح القدس بتصير تاخذ اعلانات. هيك التعليم وطيل عمره. ليه؟ لانه طلعك من الانقاذ. ما هالاشياء اللي قطعت فيها انت كانت عم تقصف لك عمرك اجا ابليس بده يقصف لك عمرك، بده يقصر لك عمرك. وفعلا الاسترس والضغط والامراض وكذا، ابليس روح موت لانه ابليس. فهون مش بس بينقذك وبيكرمك، بيطول عمرك الرب، لانه ابليس بده يجي يسرق ويذبح ويهلك، اما يسوع فقد اتى حتى يعطيك حياه بل حياه فياضه بحسب يوحنا 10:10. فالرب رح بيطول عمرك، ومش بس بيطول عمرك، قال اريه خلاصي. يعني شو النفع انه يكون عندك عمر طويل ولكن ما فيش خلاص؟ يعني تعبان، عم بتجر حالك يوم بعد يوم، ناطر اللحظه اللي بيخلص عمرك فيها. شو هي الحياه اذا انت متضايق؟ ما هيك؟ لا، الرب في وعد، وطيل عمره وأري خلاصي، يعني رح تفرح. قال بعدد ايامي تكون قوتي. يعني قوه الرب اللي فيه رح بتضل لاخر لحظه من عمري. وفي بمزمور 92 شوف كيف عم بيجوا الايات على راسي، لانه هلا انا بمود تعليمي بمسحه تعليميه. بتقول قال يثمرون ايضا في الشيخوخه، يعني بتكبر بس مثمر بتصير. قال يظلون ناضرين يضيئون اقوياء، يجدد كالنسر شبابك. في وعود بهذا الموضوع لنا كشعب الرب. فهيدي اول اداه هي التعليم، اوكي؟ ثاني اداه هي الوعظ. الوعظ مثل ما قلت لك هو مش تعليم، هو مش انه عرواق وعم نشوف الايه عرواق وعم نعمل زوم على الايه وعم نشوف قال هيك، يعني لانه هيك في قصص شرطيه، في نقطه، في مكرره، الكلمه مرتين هون ليه كررها، ليش في هلا كمان التعليم ايه غير تعليم مقطع. بدك انت عم تعلم مقطع من الكتاب، بدك تشوف هالمقطع عن شو عم يحكي، شو الفكره الاساسيه، غير موضوع مش قادر وسع هلا. بركي اذا الرب حركني بالايام اللي جايه بصير اعمل مشاركه فيديو لكل نقطه، لك بعلمك عن التعليم مفصلا، عن الوعظ مفصلا، عن النبوه مفصلا، الصلاه، الشفاعه، والخطوات العمليه. بنشوف هلا عم بعطيك رؤوس اقلام لهيك اغنيك بحلقه واحده. فالوعظ هو مش هالقعده العرواق اللي مثل ما هلا عملنا باول خطوه يلي التعليم، كله الروح القدس بيعمله، اوكي؟ بس الاسلوب بيختلف. الوعظ هو اكثر اذا بدك ناري، وحتى اشكال الوعاظ بتلاقيهم غير اشكال المعلمين. بتلاقي المعلم رايق هلا ما عم بقول اذا كل واحد رايق يعني هو معلم، بس بشكل عام لانه بتتطلب رواق، بتتطلب تفتح الكلمه على رواق، تكسر الخبز، بدها هيك مثل هدوء، بالهدوء والطمانينه تكون قوتكم. فالوعظ هو هالشي الناري، هالشي السريع، بده يحثك. الوعظ فيه حث. شو يعني حث؟ بعتذر على الكلمه بالعربي ما بعرف ليش الكلمات بالعربي صعبين مرات وسألة حلو العربي، انا بحب العربي، اوكي؟ بس الحث هو الاكزورتيشن، يعني مثل عم تحمس واحد انه لا غير فكرك، غير شخصيتك، رجع للايمان كذا. هيدا مثل عم توعظ غير التعليم. فالوعظ ما فيه هالرواق وتفتح الكلمه وكلمه كلمه وايه واصل الكلمه العبري واليوناني، منا هيك. فالوعظ هو هيدي النار، هي هيدا الشيء السريع، هيدا الشيء اللي بلحظه بيغير الاجواء، بيطلع حدا من حاله لحاله، من قله ايمان لملء الايمان، من احباط، عدم تشجيع للتشجيع، بتكون عم بتذكر الاشخاص اذا عم توعظ شخص 1 on 1 او جماعه، فجاه حتى ردة فعل الكنيسه لما يكون في وعظ بيكون في محمسين مثل نار متقده، انه وزقيف وامين وكذا. وفي هلا ببلاد برا بتفاعلوا بعد اكثر منا من الوعظ، بيقوموا بيزقفوا، في ناس بيرقصوا بيركضوا حول البنوكه. ليه؟ لانه هالوعظ عمل شيء فيهم، والنار اللي بالواعظ يعني حرقت الاخضر واليابس، حرقت القلق والشعور بالرفض والخطيه وردت الناس للايمان. الوعظ غير حالي كليا. فكيف فيك تستخدم هيدي الايه لتوعظ فيها مش تعلم؟ هيدي الايه اللي هي عم نقول قال الرب نجيه لانه تعلق بي، ارفعه لانه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، ارافقه في الضيق، انقذه واكرمه، اطيل عمره واريح خلاصي. كيف تعظها هيدي؟ علمتك من اول، من شوي باول اداه آلية التعليم كيف تعلمها. هلا كيف توعظ هالايه او مقطع، اوكي، او فكره معينه الرب عطاك اياها. تذكر انه ما بدك تفوت بالتفاصيل وتفوت بالمسحه التعليميه، بدك تضلك بالوعظ. فبتكون عم تحكي مع الشخص او مع الجماعه، عم تقول له الرب بده ينجيك لانه ما انت بتصلي، انت الرب عم بيحميك لانه انت بتعرف مين الرب هي سمعته، الرب بيخلص، الرب بينجي، كل حدا بيعيد باسمه، الرب بيطلعه من الضيقه اللي هي فيها. ما تذكر يوسف بالعهد القديم الرب شو عمل معه؟ تذكر لما كانوا قاعدين قدام البحر الاحمر وفي الاعداء من وراء فرعون ومركباته وجيوشه، العدو خلفي والبحر امامي، والرب فجاه فتح لهم شق البحر الاحمر، شق يا معلم وخليهم يعبروا ويمشوا على المي ويقطعوا من ضفه لضفه. وبعدين الرب سكر هيدا البحر عليهم كلهم للاعداء وعبر بشعبه لمطرح. الرب بده يعمل معك هيك، بده ينجيك لانه انت بتعرف من هو معلق فيه، مسك بالرب، عم بتصلي بده يستجيب لك، يعني يدعوني فاستجيب له. الرب معك هلا بالضيقه، بده يخلصك وبده يكرمك وبده يطول عمرك وبده يفرجيك خلاصه الرب. امين. فانت ما علمتها وفتت بزوريبه، بس في نار فيها، شجعت وقلتها هيك بسرعه وبيروح الوعظ. انا هلا تحمست هلا ثالث اداه يلي هي النبوه. كيف تستخدم هالايه لتتنبأ؟ كيف تستخدم هالايه لتتنبأ؟ وهون بدي اقسم النبوه لشغلتين، النبوه الخاصه على حياتك والنبوه يلي هي لحياه شخص او لجماعه لجروب. النبوه الخاصه تبعك لانه انت نبي حياتك، انت بتتنبأ على حياتك كلمه الرب. هلا النبوه الخاصه لآية معينة، هي إذا بدك مثل إعلان نبوي، يعني بتاخد كلمة الرب يلي هي سيف الروح وبتعلنها على حياتك. وهلا بقول لك كيف، ورح فرجيك كيف تتنبأ لشخص ولجروب بهالآية اللي عم نستخدمها بهيدا التفعيل هون. هلا هاي الآية أنا رح حولها نبوة على حياتي، أنا عم بحكي مع حالي هلا، أنا عم بتنبأ على حياة توني، ما عم بعلمك كيف تتنبأ على حياة حدا أو جماعة. هلا النبوة الخاصة الشخصية كيف بتصير؟ توني الرب قال هو بنجيك لأنك تعلقت فيه، بعلن نجاة الرب على حياتي لأنه أنا معلق بالرب، الرب بده يحميني لأنه أنا عرفت اسمه، لأنه بعرف طبيعته، لأنه بعرف شخصيته، بعرف إنه بيعملها وبيعرف يلي بيلجأوا لإله بيحميهم وبيخلصهم. الرب بده يستجيب لي صلواتي لأني عم بحكي معه، عم فوت على قدس أقداسه. فيك تطور الآية مثل ما بدك. فهون عم باخد هالآية، ما عم بعلمها، ما عم بوعظها، عم بعمل إعلان نبوي على حياتي. الرب بده يرفقني بالضيق، بده يمشي معي بالتحديات، بده يخلصني وبده يكرمني وبده يطول عمر الرب من الاشياء اللي جايه لتفنيني وتاثر بعمري وتتعبني وتجيب امراض على حياتي، وبده يفرجيني خلاصه. انا هون تنبأت على حياتي هيدي الايه، اعلنت كلمه الرب. اوكي، هيدي النبوه الخاصه. النبوه للاخر، لشخص او لكنيسه او لمجموعه. وهون لانه النبوه هي الرب عطانا نعمه بهذا المجال، ف يعني في وسع كثير بهي النقطه، بس ما بدي اعمل يعني تعليم معمق عن النبوة. ان شاء الله ما اطول بموضوع النبوة لانه في احكي كتير عن هذا الموضوع. بس اذا عم تحكي تنقول لشخص هلا عم تتنبي له هيدي الايه، فيك تجي لعنده بهيدي الطريقه تقول له خيي كنت عم صلي لك وحسيت الرب هيك ذكرني بمزمور 91 وبالتحديد بايه 14 15، انا بصلي هيك تكون بوقتها لإلك وتشجيع من الرب لحياتك، وفيك تقول لي كمان اذا عنيت لك شيء. هيك الايه بتقول ببساطه انه الرب قال انه هو بينجيك لانه انت تعلقت فيه، هو رح بيرفعك لانك عرفت اسمه. وعفاء بدي لك شغله، هلا وقفت اتنبا لهيدا الشخص الوهمي النبوه، لانه تذكرت ب 1 كورنثوس 14 النبوه لها 3 أهداف بالعهد الجديد، بالانجليزي edification exhortation وcomfort، يعني تشجيع والحث والتعزية، أو البنيان والتشجيع. حفظها هيك، البنيان، تشجيع، والتعزية. لازم نبوتك تشجع الآخر، مش تحطمه، مش تجيب دينونة الرب عليه، لازم يكون في تشجيع. مش شغلتك تتعامل مع خطاياه، هيدي بينه وبين الرب، صلي له، احكي مع الرب بأموره إذا عرفت شي عنه، مش تنم وتجرزه. إذا بدك تتنبأ لازم يكون في شيء ريدمتيف، يعني شيء خلاصي، تشجيع، بدك تشجعه، بدك تبنيه، وبدك تعزيه إذا هو عنده أحمال وتعبان. فهذا هدف النبوة. أوكي؟ قال الشهادة للمسيح هي روح النبوة، أو روح النبوة هو الشهادة للمسيح، فلازم يكون فيها ريدمتيف إليمنتس بنسميهم بالإنجليزي، يعني هاي النبوة بتجيب خلاص على حياة هذا الشخص، مش دينونة، مش شكاية، ومش انه يفل تحطم وتعبان ابدا، مش هيدا روح النبوة. فشفت قد ايه مهم تعرف شو هو روح التعليم وشو روح الوعظ وشو روح النبوة، تتعرف انت تميز الارواح. انا هلا شو علمت، انا هلا وعظت، انا هلا تنبيت، انا هلا صليت. لانه بدي لك شغله، في ناس مرات لما بتصلي، ورح نوصل لنقطة الصلاة، لما طلعت ميكرو وتصلي اذا بجماعة بتحسها عم توعظك بطريقة مبطنة، بتحس منه روح صلاة. هلا يمكن الاخ او الاخت مش قاصدين، لانه يمكن بعدهم مبلشين عم بيتعلموا عن الصلاة، أو يمكن قصدياً أنه ياخدوا الميكرو ليوعظوا لأنه عندهم سعي أو حب للوعظ، بس مش وقتها. إذا في وقت للصلاة مش لازم توعظ، يعني لازم تكون بروح الصلاة. فأنا كتير مرات بحس أنه هيدا الشخص أنه ما حسيت روح الصلاة اللي حكاه، حسيته أكتر عطاني إعلان، وعظني، علمني، باركني، بس ما صلى، مع أنه هلأ وقت صلاة. فبتصير تعرف شو هي هالأرواح، روح صلاة هيدا، روح تعليم، روح وعظ، روح نبوة. فمهم. وكيف بتعرف تدرس الكلمة، يعني علمتك روح النبوة شو بيعمل، 3 أشياء، روح التعليم شو هو، روح الوعظ شو هو. فهيك بتعرف الأشياء والمسحات المختلفة، مسحة التعليم، مسحة الوعظ، مسحة النبوة، مسحة الصلاة، مسحة الشفاعة، إلى آخره. اوكي، كنت هلا عم بتنبي لك للاخر، تنبيت على حياتها، هلا عم بتنبي للاخر، فعم بقول له انه ما بعرف خيي انت بشو قاطع، بس انه الرب اعطاني هيدي الكلمه بمزمور 91 14 15، انه الرب بيقول لك. هلا فيك تقول له الرب بيقول لك، فيك تقول له حسيت هالايه من الرب لإلك، الى اخره. هذا شيء خاص بينك وبين الرب، انت كيف بتحب تتحرك بالنبوه. وهلا هون مش جاي يعلم عن موضوع النبوه، شو الحكمه، كيف نقرب بالنبوه للاشخاص، اضبط نقول الرب بيقول لك ولا حسيت، هذا غير موضوع، ما بدي فوت فيه هلا هون، بس بترك لك الحريه يعني لإلك انت كيف بتحب تتنبا. الرب بيعلمنا وبيكبرنا كلنا، والاهم هي الحب الالهي بكل شيء بنعمله. فصاري عم بقطش كتير، نحرجع ركز على هلا انا عم بتنبا لهيدا الشخص. اوكي خيي، ما بعرف انت بشو قاطع، بس انه هالايه حسيتها لإلك، انه بتقول انه قال الرب ونجيه لانه تعلق بي. ما بعرف اذا انت عم تقطع بشيء صعب، بشيء كانه حاسس ان الرب مش حاميك، او ما بعرف اذا إذا محتاج لنجاة كأنك عم تتخبط، بس عرف إنه رب رح بينجيك. ليه؟ لأنك أنت معلق فيه. يعني هون أنت عم تتنبأ، عم بتشجعه بالظرف اللي عم بيقطع فيه، عم تبنيه بإيمانه ليكمل عم بيوثق بالرب، عم بتعزيه لأنه محتاج يسمع هيك حكي. ملاحظ الفرق شو هو روح النبوة؟ الرب بده يرفعك لأنه عرفت اسمه، لأنه بتعرف شخصيته إلى آخره. فبرح كمل لأنه بعد عندي 3 نقاط ما بدي طول فيهم. فمهم أعطيتك الفكرة، فيك أنت تتعلم أكتر لحالك عن هذا الموضوع. 4 نقطة يلي هي الصلاة، بعدين الشفاعة، بعدين آخر شيء الخطوات العملية. شو الفرق بين الصلاة والشفاعة؟ كتير هينة ببساطة. لما بتصلي لإلك لأمورك، هي اسمها صلاة. يعني أنا هلأ رايح صلي لإلي لأموري الخاصة، هيدي اسمها الصلاة. أوكي؟ الشفاعة، لأنه مبدأ الشفاعة أن يكون في شفيع، يعني أنت واقف بالصلاة من أجل حدا. هي من اسمها الشفاعة، يعني عم بتشفع لحدا. يعني حتى الشفاعة فيها تكون أبعد من الصلاة، فيها تكون الشفاعة العملية ما رح فوت فيها، مثل الأصدقاء ال4 يلي حملوا صديقهم المشلول وجابوا له عند يسوع، كسروا السقف وجابوا له عند الرب. هيدي الشفاعة العملية. بس هلا عم بحكي عن الشفاعة بالكلامية، بالحكي. فالفكرة انه انت واقف عن حدا، اوكي، بالصلاة قدام الرب. يعني بتقوله للرب، وهلا بحكي عن هاي النقطة، انه يا رب انا جاي صلي لخيي بالمسيح، لاختي، لامي، لبيي، لخيي، لستي، لعمتي. فعم تصلي لحدا، لبلد، لمدينة، للمدرسة، للجامعة، للملك، للرئيس، 100 شغلة على قلب الرب انه نتشفع كرمالها. فالصلاة هي انه تصلي لحالك او لإلك لأمورك. يسوع قال بمتى 6، قال لما بتصلوا ادخلوا مخدعكم. فاستعمل كلمة الصلاة مش الشفاعة. وقال أباك الذي في الخفاء يراك ويجازيك علانية. فلما بتصلي عرف انه بيك السماوي معك، انت عم تحكي معه، عم تحكي مع الاب السماوي، مفيش حدا تاني. الصلاة بتحكي مع الاب، حتى بالصلاة الربانية أبانا الذي، في شخص واحد عم تحكي معه، هو الاب السماوي. في ترتيب بالصلاة. مش يعني ما فيك تصلي ليسوع ولا الروح القدس، كمان هي غير موضوع، ما بدي اعمل حلقة هلا عن الصلاة وشو ترتيب الصلاة وكيف اضبط نصلي كتابيا. بس انا لما بدي صلي بجي لعند الاب باسم يسوع بالروح القدس. يعني الرب روح القدس بيصلي من خلالي. بس اكيد عندك الشركه مع الروح القدس والصلاه مع يسوع. حلو شي نهار اعمل فيديو عن هالموضوع ونوسع فيه. بس هلا فهمت شو يعني الصلاه والشفاعه. الصلاه هي لامورك الخاصه، الشفاعه هي تتشفع لحدا معين. فكيف انا هلا باخذ هالايه وبصليها لإلي، لحياتي انا، لتوني؟ بجي لعند الرب، هلا بدي احكي مع الرب. شوفني انا هلا عم صلي، اوكي، ما في حدا هلا، بس انا والاب السماوي، وما حدا عم يحضرني. اوكي، هاليلويا هاليلويا. وما عم مثلها، عن جد رح صليها. يعني حتى لو انا قصدي علمك، بس عن جد رح صلي هالايه لانه حلوه ومحتاج اصلا لحمايه الرب. هاليلويا هاليلويا. يا رب بدي اشكرك على كلامك يا رب بمزمور 91 14 15. شكرا يا رب على هيدي الآية. شكرا يا رب لأنه أنت قلت بابا أنه أنت بتنجيني لأني أنا بتعلق فيك. يا رب صلاتي أنه تساعدني عن جد أتعلق فيك يا رب، لأنه بدي أنه أكون تحت جوانحك، بدي أنه تنجيني، بدي أنه عن جد أكون معلق فيك يا رب. فبمطارح إذا أنا مش معلق فيك، ساعدني أتعلق فيك، ساعدني أكون مخبى فيك يا رب. شكرا لأنه كلمتك بتقول بترفعني وبتحميني لأني عرفت اسمك يا رب. أنا بعرف أنك بتخلص كل حدا يدعو باسمك، بس إذا بمطارح يا رب أنا عن جد شاكك بشخصيتك، شاكك بسمعتك أنك بتخلص، سمحني، اغفر لي، شجع إيماني يا رب. لأنه بدي أعرف اسمك، بدي أعرف أنه أنت عن جد بتحميني يا رب. شكرا لأنك إله العهد، أنت إله العهد ووعدت بحمايتي وإلى آخره. ما رح أمشي فيهم كلهم. أمين يا رب. استقبل الاستجابة على حياتي. واو. لحظة الروح، روح الصلاة مختلف. وكنت صادق، كنت عن جد عم صليها. هاليلويا، امين يا رب. واو هاليلويا. اوكي، هلا هي الآية صرنا بالأداة رقم 5 قبل آخر وحدة، بعد في وحدة وبنخلص. ميرسي انك سهران معي او عم تحضر، ما بعرف بأي ساعة عم تحضر، بس أنا بصلي لحد هون تكون عن جد تباركت وتشجعت وتعلمت أشياء رح تغني حياتك الروحية، ورح بيصيروا جواتك هيك بطريقة عفوية هول الأدوات ال6. يعني منك محتاج كل مرة تتذكر الفيديو أو شو هن الأدوات ال6، لأنه جواتك رح تصير تعلم وتوعظ وتتنبأ وتصلي وتتشفع وتسلك بالإيمان. فهاي الآية هلأ بدنا نستخدمها بالشفاعة. يعني أنا هلأ بدي صلي لك، أوكي؟ لأنه هلأ أنا عم بتشفع لك من خلال هاي الآية، لأنه أقوى شيء إنك تصلي كلمة الرب، أوكي؟ فهلأ أنت ببالي تنقول اللي عم يحضرني، اللي ما عم يحضرني ما راح أتشفع له أوكي، بس اللي عم يحضرني أنا هلأ عم صلي لك. هاليلويا. وبدي ذاكرك قبل ما تشفع لك، لما الرب إجا لعند إبراهيم بالعهد القديم، والرب قال هاي الكلمات، قال أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله. بوقتها كان بده الرب يدمر سدوم وعمورة، لأن هي أصلا دمرت لحالها، الرب بس بده ينظف يعزل للأسف. فبس قلب الرب شوف لوين، نحن بنركز على الدمار والرب بده يقضي وكذا، بس لا إجا عند إبراهيم يخبره، لأنه بده حدا يتشفع، بده حدا يصلي، بده إنه الرب آخر شيء قلب الرب يجيب قضاء آخر شيء. كمان هيك هودي الشفاعات اللي بسمعهم بالكنايس وعلى الانترنت وكذا، اللي بينزلوا قضاء الرب بسرعة. يخيي لحظة، ما أنت استنزفت خلاص الرب، أول شيء صليت، خلاص 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 خلاص، وقفت بالثغرة قلت يا رب طوبهم اعمل كذا، ولا دغري يا رب نزل نار احرقهم شيلهم قشي لفة. مش مزبوط، الرب مش دغري بده يفني. قال لا يسر الرب بموت الأشرار. فقلب الرب إنه لما امتلت الكاس، كاس الغضب، لما طلعت الشكوى من مدينة سدوم وعمورة، الإثم صار مملت الدنيا، حتى صار الولد فاقد براءته بهيدي المدينة، لدرجة انتهت المدينة، انتهت، يعني ما بقى في شيء، خلصت. بس حتى بهيدي اللحظات قلب الرب يخلص. اف يعني هي شخصية يسوع، قال قصبة مردودة لا يكسر، فتيلة مدخنة لا يطفئ. شو يعني؟ يعني نحن لما بنشوف فتيلة عم بتدخن، يعني انطفت النار تبعها وصارت عم بتدخن، قال الرب ما بيجي بيطفيها مع انه هي على اخر، بس نحن بنقول خلص طفيها. قال الرب هو الرجاء، رجاء الشعوب، رجاء الامم، على اسمي تعلق جميع الشعوب رجاءها. فقلب الرب انه حتى لو عم بتدخن انطفت، لا كيف في ارجع اضرمها، يعني ارجع ولع النار تبعها، نحن خلص طفيها حبيبي، خلصت، انه هيدا الشخص شكله منه بقى بالايمان، طفيه، ما بقى تحكي عنه، ما بقى تصلي له، منتهى. قسوة مردودة يعني مشعورة يعني مردودة، ردة مش كسر، بس نحن بنشوفها مردودة، خلص مردودة ما بقى لها نفع، عم نجي بنكسرها، بنخلص عليها. هيدا مش قلب الشفيع. فاجا الرب لعند ابراهيم، قال عم بدور على شفيع ليصلي معه قبل ما يعمل هالعمل. شوف لوين، لآخر لحظات الرب بده انه يخلص. بس مرات في اولاد هلاك ما بدهم، الرب جرب معهم مثل ما عمل مع قايين، حذروا قايين، قرر يخطي، قرر يفوت فيها للآخر، ابن الهلاك، ابن الموت، ما بده. بس مش قلب الرب، المشيئة الرب أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فهي الآية دايما لما بتتشفع خلاص للآخرين، رحمة، توبة، الأشياء اللي بتشبه عرش النعمة والرحمة. إذا أنت شفيع ما بيشبه هالمواصفات تعلمها، كبار فيها، بس ما تتشفع بطريقة غلط وتطلق سحر على الناس. افضل 100 مره انه الناس يعني اللي ما بتعرف تتشفع انه ما تصلي لي من انه تصلي لي عن جد، لانه بيأذوا اكثر مما بيفيدوا. بدك تصير انت تكسر هالكلمات وعكل يعني لا عرافه ولا عيافه علينا، وبدك تصير تعلن ايمانك وحمايه. فمهم انه شفاعتك يكون فيها خلاص، فيها رحمه، فيها نعمه، فيها بدايات جديده. يا رب طوي بالاخير. هلا رح صلي لك، رح اتشفع لك. نحن بالاداه الخامسه بعد في وحده. كيف باخذ هالايه وبصلي لك لالك؟ حتى نقول اسمك داني، اوكي مثل، بس انا بس هلا خليني اتشفع لك انه حتى لو مش داني يعني انت استقبل هالصلاه على حياتك، بس تعرف احكي يعني مع الرب فيها. يا رب بدي ارفع لك هيدا الشاب اللي عم بيحضرني هلا على الانترنت، او اوكي او بيني وبين حالي عم بصلي بأوضتي بصلي لانه على الانترنت. يا رب من فضلك انك تنجيه لهيدا الشخص، وبعرف يمكن هو بعيد عنك منه معلق فيك. يا رب ساعده انه يتعلق فيك، واذا بحال لا هو بيعرفك اوكي يعني اذا انت معلق بالرب يا رب نجيه انه لانه بيعرفك، لانه بيصلي، لانه امين، لانه مسك بالوعد. لما بكون عم بقعد معه بخبرني قديش هو قاطع بضيقه وبصعوبات، ولكن باقي امين بالصلاه، بالقراءه، بالاجتماعات، بمحبته لإلك، بيعلن ايمانه قدام الناس. يا رب هو معلق فيك، نجيه، خلصه، زوره بالوضع اللي هو فيه. يا رب استجيب لإله لانه عم بيصلي لك. يا رب شكرا لأنك معه بترافقه بالضيق، يا رب بتخلصه. يا رب شكرا مش بس أنك رح بتخلصه، رح بتكرمه، رح بترفعه، ورح بتطول عمره يا رب، رح بتفرجيه خلاصك باسم الرب يسوع. أمين يا رب، شكرا، أمين. هيدا روح الشفاعة للآخرين. فيك تصلي لمجموعة، لكنيسة مثل ما قلت لك، لعائلة، لبلد، لمدرسة، شو ما كان، للكلب تبعك، للبسينة، للبلانت. alright. طيب اخر نقطة يلي هي الخطوات العملية ومننهي فيها. ليه ضفت هاي النقطة السادسة؟ لأنه كنت عم فكر فيها قبل ما أطلع وشارك، وعفاقة هاي المشاركة من الروح القدس حبيبي. أنا لو ما حسيت الرب بده ياني أعمل هالفيديو، أنا مش هاوي فيديوهات وبس أطلع لايف وعبي، يعني بدي يكون بركة كمان لإلك، لأنه أنا هو بعرفهم وامتياز أخدمك فيهم وطيع الرب لأنه قال لي أعمل هيك. فأنا عم فكر إنه أوكي يا رب، تعليم والوعظ، النبوة، الصلاة والشفاعة، طيب بس هاو بس كمان لازم ناخد خطوات عملية، لأنه الإيمان بدون أعمال ميت. فهيدي التتويجة لما بتتعلم وبتوعظ وبتتنبى وبتصلي وبتتشفع، طيب بس إنه بس عم تعمل هاو حكي وصلوات وشفاعة ونبوات، عم تعمل خطوات عملية، عم تسلك كأنك مصدق اللي صليته. إذا الرب قال لك في خطوات لازم تعملها، عم تاخدها لهي الخطوات؟ يعني أنت تنبيت على مرتك هي ما بتجيب أولاد، بدك تجيب أولاد باسم يسوع. خطوات عملية إنه، وهي نبوية كمان، بتكون إنه عم بتحضروا لهيدا البيبي، اسمه بتقعدوا بتحكوا مع بعضكم بالاسامي، شو بدنا نسميه، عندك توقع. يعني في خطوات مع الصلاه والنبوات، هذا اللي عم بحاول اوصل لك اياه، في خطوات عمليه. الايمان بدون اعمال ميت. فالايمان بيحكي وبيفعل. الامنت لذلك تكلمت، هي اول شغله. من بسبب الايمان بتحكي، بتصلي، بتعلم، بتوعظ، بتتنبأ، بتتشفع. بس كمان لما طرح تاني بقول إيمان بدون أعمال ميت، يعني بدك تاخد خطوات تفرجي إنك مؤمن. فالحكي والفعل، الحكي والفعل. والكلمة بتقول عن يسوع قال كان مقتدرا بالفعل وبالقول. لاحظ إنه الفعل قبل القول. قلت لي كيف حافظها الآية، لأنه لفتتني وقت قريتها من سنين، إنه قال هو مقتدر بالفعل قبل القول، لأنه نحن بنقول بالقول قبل الفعل. بس الرب كان يعمل قبل ما يقول حتى. إنه فدايما مهم يكون في قول وفعل بحياتك الروحية. فهيدي الآية مع بعض هتا نفكر شو الخطوات العملية لهي الآية. الخطوات العملية إنه تتعلق بالرب، إنه تصلي، تكون بمخدعك عم بتصلي، عم تعلن إيمانك. الخطوات العملية تخبر الآخرين إيه أنا عم بقطع بضيقة، ولكن أنا مصدق إن الرب بيحميني، بينجيني، بده يكرمني، بده ينقذني. يعني بتصلي بالخفاء، بتعلن إيمانك مع الأصحاب، مع الكنيسة. في يعني في خطوات عملية فيك تاخدها. هلا هاي الآية هل قد فينا نحكي عن الخطوات العملية؟ في آيات تانية بتشوف إنه يا رب إنه هاي الآية أوكي علمتها وعصتها وتبيتها وصليتها وشفعت فيها، طيب بس عمليا على حياتي شو باخد خطوات عملية؟ شو الشيء اللي بدك يعني أعمله تجاه هاي الآية اللي فرجتني إياها؟ في شيء بدك أعمله؟ تعب تحكي مع الرب. في خطوات عملية بدك أعملها لساعد بالوعد، يعني لقرب صوب الوعد. يعني الرب قال لهم امتلكوا الأرض، قال لهم أنا دفعت لكم العمالقة بهالأرض، دفعت لكم يعني هزمت لكم هن، بمعنى يعني بعدهم بالأرض العمالقة، بس عطى الرب النصرة مسبقا. هي نبوة، بس قال لهم روحوا وامتلكوا الأرض. يعني شفت الفرق؟ اوكي، في وعد، في نبوة، بس الخطوة العملية انه فوتوا على الأرض، حاربوا هؤلاء العمالقة، لأنه الرب قالكم أنا أعطيتكم النصر عليهم، الأرض لإلكم رح تمتلكوها. فبدك تشوف دايما مع الرب مع الشق الروحي والكلامي شو الشق العملي يلي بيجيب ثمار، يلي بيقربك صوب الإظهارات. وهيك بنكون خلصنا اليوم هاي المشاركة. أنا بصلي عن جد تكون هيك هول الأدوات الستة: التعليم، الوعظ، النبوة، الصلاة، الشفاعة، والخطوات العملية، يكونوا عم بيكبروا فيك، عم تدرس عن كل وحدة أكتر وأكتر. وأنا إذا الرب حركني وسع بهودي ما رح أبخل عليك، رح أعمل حلقات تكون مطولة لكل أداة، هيك منفند كل أداة بأداتها. وكبار مع الرب، استخدم هالأدوات، غني حياتك الروحية، غني الآخرين بهالأدوات، خبر عنهم لهول الأدوات للآخرين، لخيك بالإيمان، لأختك، للكنيسة إذا أنت بترعى مجموعة. بصير في حماس، بتصير الناس مش مصدقة تقعد مع الكلمة، لأنه لما تقعد مع الكلمة وتشوف إنه واو عندي هالأدوات، هلا أغرف فيها، أقرأ على رواق بطريقة تعليمية، اوعظ حالي بالروح القدس إذا أنت لحالك يعني عم تقرأ الكلمة، اتنبأ على حياتي، صلي، تشفع هاي الآية اللي الرب كلمني فيها لأحبائي، لبلدي، اخد خطوات عملية. يعني بتغتني قعدتك مع الرب لأنه في غنى. فخبرني شو اللي باركك من هول الأدوات الستة، شو اللي بتلاحظ على حالك بتعمله أكتر من غيره، ويمكن تقلي لا بعملهم كلهم حلو، يمكن وحدة أكتر من غيرها، يمكن تقلي لا توني أنا بعمل وحدة بس رح أدخل أكتر هلأ هول الأدوات على قعداتي مع الرب. خبرني، شاركني. يمكن تقلي توني بعد في أدوات أخرى ممكن أنا مش منتبه لها، قلي في أداة رقم 7 و8 و9. فمنتعلم من بعض ومنغتني. فأنا بهيك بدي أشكر الرب على هيدا الوقت، على حضوره معنا، على كلمته، على هول الإعلانات يلي يعني رح عن جد يغنونا جدا باسم الرب يسوع، وتكون حياتنا من مجد لمجد. يعني بدي أقول لك خيي وأختي، إذا ما استثمرت إذا ما استثمرت بحياتك الروحية يلي هي الأغلى والأهم، بشو بدك تستثمر؟ بالفاني، باللي بده يزول؟ أكيد استثمر بالقصص الزمنية، الرب بده إياك تكون وكيل أمين فيها وهي الأشياء، ولكن الأغلى هو الباقي، هو حياتك الروحية، علاقتك مع الرب. فإذا هيدي ما بدك تستثمر فيها، فأنا بصلي إنه تكون هيك استمتعت اليوم، وبعلن هيدي الآية عليك إنه الصديق كالنخل يزهو، يعني بسرعة رح تشبق طول روحي. تذكر أول ما جيت لعند الرب هيك 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 إنما 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 الصلاة والجوع والقراءة والأشياء اللي عملتها هيك 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 نموه بنعمة الرب. فقادر تكون كالنخل، النخل بيشبق طول والكل بيشوفه. قال الصديق كالنخل يزهو، بس كمان كالأرز، مثل أرز لبنان، يعلو. يعني مش بس ما بدنا بس كمان نمو سريع وطويل، إنما كمان بدنا تجذر، يعني مثل الأرز، شبهك للنخلة وللأرز. عم بعلم هون لاحظت؟ فأنا بعمل هيدا الشيء على حياتك، نمو روحي سريع واضح باسم يسوع، جوع غير عادي، تشبع من هيدا الجوع الروحي. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. كمان بعلن أنك تكون عم بيكبروا جذورك مع الرب، عم تتأصل بالكلمة بمحبة يسوع لإلك، عم تكون كالأرز، جذورك مشلشة بأرض الملكوت وبجسد المسيح يلي بتنتمي له. فهيدي بركتي، بركة الروح القدس عليك أنت اللي عم تحضرني باسم الرب يسوع. ربي يباركك والرب يباركك، وبشكرك للاستماع، وإلى اللقاء.